وبالتالي مساءله وحتى اقاله راشد الغنوشي عمل معقول، ما فيش حتى شيء. لكن اللي اهم منه لو كان البرلمان يناقش الوضع في ليبيا ويخرج توصيه ها هي السياسة اللي تصلح بتونس. ما يلزمناش نلعنوا المستقبل، لأنه لو كان قوة نستعديوها الآن هي اللي تولي جارتنا. يعني ما هو المقصود سنجيب؟ معناها حفتر اللي احنا اليوم عندنا جفاء معه، واللي هو عنده عداء مع بعض الأطراف التونسية، وأعني بها حركة النهضة وراشد الغنوشي. إذا كان احنا نمشيه ما نعرفوش غدوة ينجم يربح، ينجم يربح، حد ما ينجم يقول شكون باش يربح. وقت اللي تولي عندنا دولة ما نجموش باش نتعايشوا معاها بحسن الجواء، تولي توتر سياسي وتولي علاقات اقتصادية متعطلة، وهي ليبيا بالنسبة لنا ثاني شريك بعد الاتحاد الأوروبي في المبادرات الخارجية. شبه الأرضية الحالية للدبلوماسية التونسية، وانت تعرف هي بما يسمى الحياد السلبي، هذا تقريبا الناس كيفاش توصفوا، أنه لا نتدخل بين الأطراف المتنازعة ونترك الشأن يكون فيه الحل ليبي اليوم.